السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هناخده الدرس الثالث في الوحدة الثانية، قصة سيدنا موسى عليه السلام، الصف الخامس الابتدائي. هنتكلم عن النهاردة عن قصة سيدنا موسى، هنتكلم عن ولادته ونشأته، وهنعرف تفاصيل عن نسب سيدنا موسى عليه السلام. طيب هنتكلم، القصة بتاعتنا بتبدأ: قص علينا القرآن الكريم قصص أناس عاشوا قبل أكثر من 2000 عام، منهم المصطفون من البشر الأنبياء والرسل، والنبي إنسان لكنه ليس كأي إنسان، فقد اختاره الله تعالى كي يعرف الناس أو كي يعرف الناس به وبدينه ومنهجه. وقد أرسل الله تعالى أنبياءه في شتى بقاع الأرض، منها مصر التي ولد وعاش فيها موسى عليه السلام. بيقول لنا هنا إن القرآن الكريم ذكر قصص كتير جدا للأنبياء والرسل اللي هم كانوا عايشين من زمان جدا، من أكتر من 1000 سنة. وبيقول لنا إن الرسل دول ناس وبشر عاديين جدا زينا زيهم، لكن ربنا اصطفاهم عشان يبقوا إيه؟ ربنا اصطفاهم عشان يعرف الناس بدينه، وعشان يوصل عن طريقهم منهجه، وعشان الناس يعرفوا دينهم ويعرفوا ربنا عن طريقهم. وكان كل يعني ربنا لما كان بيرسل الرسول ما كانش بيرسله في مكان معين، الرسل والأنبياء ربنا أنزلهم في شتى بقاع الأرض، يعني في جميع بقاع الأرض. سيدنا نوح نزل في أرض معينة وفي مكان معين، وسيدنا عيسى نزل في مكان معين، سيدنا محمد نزل في مكان معين، سيدنا موسى نزل في مكان معين. كان كل نبي ليه مكان بينزل فيه عشان يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد. كان من ضمن الأنبياء دول سيدنا موسى عليه السلام. طيب سيدنا موسى عليه السلام ده ربنا أنزله فين؟ ولد سيدنا موسى في مصر وعاش فيها، يعني سيدنا موسى اتولد في مصر وعاش فيها. إن قصته عليه السلام لم تبدأ بميلاده الشريف، ولكن بقدوم أحد أجداده إلى مصر وهو يوسف ابن يعقوب. وقد أطلق الله تعالى على يعقوب اسم إسرائيل، أي عبد الله، ولذلك فجميع الأجيال التي أتت من نسله الشريف يعرفون ببني إسرائيل، أي أولاد نبي الله يعقوب عليه السلام. وكان يحكم البلاد في ذلك الوقت فرعون، وهو حاكم مغرور ظالم يستعبد الناس. يبقى تاني، قصة سيدنا موسى ما بدأتش بمولد سيدنا موسى عليه السلام، بدأت بقدوم أجداده إلى مصر. مين أجداد سيدنا موسى اللي بدأوا في مصر؟ كان يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام، وربنا أطلق على يعقوب اسم إسرائيل، وإسرائيل ده يعني عبد الله، ولذلك فجميع الأجيال التي أتت في من نسله يعرفون ببني إسرائيل، أي أولاد نبي الله يعقوب. الوقت ده بقى اللي اتولد فيه سيدنا موسى كان مين بيحكم مصر؟ أو مين اللي كان بيحكم البلاد في الوقت ده؟ كان بيحكمها فرعون، وفرعون ده كان حاكم ظالم ومغرور، وكمان كان بيستعبد الناس وبيدعي إن هو الإله بتاعهم. فيقول الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كان على طول بيقول لقومه إن هو ملك مصر ده ملكه هو، وإن الأنهار دي كلها ملكه وبتجري من تحته. وساعات كمان كان بيقول لهم إيه، بلغ الطغيان بتاعه لدرجة إن هو بقى بيدعي إنه إله، فقال
أنا ربكم الأعلى. كان على طول بيقول للقوم بتاعه إن هو إيه، إن هو ربهم الأعلى، وإن كل حاجة موجودة حواليهم بتاعته وماشية تحت أمره. يبقى فرعون ده كان إيه؟ فرعون ده كان حاكم ظالم ومغرور، والطغيان بتاعه على لدرجة إن هو بقى بيدعي إنه إيه؟ إنه إله، وبقى بيقول للقوم بتاعه إن هو ربهم الأعلى. وقد شاع بين بني إسرائيل أن الله تعالى سيبعث من نسل إبراهيم نبيا يكون هلاك ملك مصر على يد. فوصل الخبر إلى فرعون فأمر بقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل. يعني إيه؟ سمع إشاعة بين بني إسرائيل إن ربنا هيبعت لهم حد من ذرية سيدنا إبراهيم هيكون نبي، وهيكون هلاك ملك فرعون أو ملك مصر على يديه. يعني رب وصل له خبر أن في ذكر هيولد أو في نبي هيبعث، النبي ده هيكون هو اللي هيدمر فرعون وهو اللي هيدمر ملك مصر كله. الخبر ده وصل لمين؟ وصل لفرعون. لما وصل له عمل ايه بقى عشان ما يحصلش حاجة زي كده؟ خاف جدا ان يحصل حاجة زي كده وان يجي نبي او يجي شخص زي كده، فأمر بقتل كل الذكور التي تولد من بني إسرائيل. اي ولد موجود في البلد أمر بقتله، واي ولد يتولد في بني إسرائيل بيأمر بإيه؟ بيأمر بقتله. يعني الجنود بتاعته كانوا بيدوروا أي بيت يلاقوا فيه ولد صغير يقتلوه، أو أي بيت يلاقوا فيه ولد لسه مولود يقتلوه، عشان كان خايف من الإشاعة بتاعت إن هيجي نبي يدمر حكمه ويدمر ملكه ويدمر على يديه ملك مصر كله. فأمر زي ما قلنا إيه، أمر بقتل كل ذكر يولد. وفي ذلك الوقت علمت أم موسى عليه السلام بحملها، فأخفته عن الناس إلى أن ولدته، فألهمه الله تعالى أن ترضعه وتشبعه، ثم تضعه في تابوت اللي هو الصندوق الخشبي وتلقي به في اليم. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى لما والدة موسى عرفت إن فرعون هيقتل كل الذكور اللي هتتولد، هي ساعتها كانت حامل، ولما ولدت بذكر خافت عليه جدا إن فرعون يعرف إن هي ولدت ولد فيجي جنوده ويقتلوه. فربنا أوحى إليها وألهمها إلهام. يعني قعدت وهي قاعدة مع نفسها كده جالها فكرة إن إلهام من عند ربنا إن هي ترضعه وتشبعه خالص وتحطه في تابوت، يعني صندوق خشبي صغير كده، وتسيبه في النهر في اليم ده اللي هو النهر. وربنا جالها يعني جالها إلهام كده إن ربنا هيحفظه وهيرجعه لها تاني يعني ايه، بمعجزة من عنده. فلا تخافي ولا تحزني، يعني ايه، خلاص اعملي بقى زي الالهام اللي جالك ده او الوحي اللي انزل عليكي، وسيبي ابنك في اليم في تابوت صغير واحنا هنحافظ عليه. فعلا عملت كده عشان كانت خايفة على ابنها جدا من فرعون وقومه. طيب، ولأن الله تعالى هو الودود طمأن قلبها وبشرها برد ابنها إليها. وما أن تحرك التابوت الذي حمل الوليد حتى تتبعته أخته كما أمرتها أمها. قال تعالى، هي بقى ذكر في القرآن إن هي أمرت أختها إن هي تمشي ورا التابوت ده وتشوفه هيوصل لغاية فين.
قال تعالى: وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني اتبعي أثره وتعرفي خبره، يعني افضلي ماشية وراه لغاية لما تشوفي التابوت ده هيوصل لغاية فين. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني فضلت تبص عليه كده من مكان بعيد من غير ما حد ايه، من غير ما حد يشوف. ظلت المياه تحرك التابوت حتى وصل إلى شاطئ قصر فرعون. فضل التابوت ماشي في النهر والمية بتمشيه في النهر لغاية لما وصل فين؟ لغاية لما وصل إلى قصر فرعون. طبعا كل ده بيحصل بإيه؟ بيحصل بأمر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي أمرها إن هي تلقي ابنها عشان يحافظ عليه من فرعون وجنوده، وربنا هو اللي بيمشي التابوت ده في المية لغاية لما وصل لقصر فرعون كمان، وربنا هو اللي أمر ألهمها إن يخلي أختها تشوفه وصل لغاية فين. كل ده بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهنا التقطه العاملون بالقصر، التابوت ده وصل لغاية الشاطئ قدام القصر بتاع فرعون. وبعد كده لما العاملون بالقصر شافوه أخدوه وودوه إلى مين؟ ودوا التابوت ده عند زوجة فرعون اللي هي آسية. لكن آسية بقى مرات فرعون دي كانت عكسه خالص، هو كان ملك ظالم والطغيان كان مليه، لكن هي كانت امرأة صالحة ورحيمة. يبقى امرأة فرعون اللي هي آسية دي كانت عكس مين؟ كانت عكس فرعون الطاغية. فلما شافته وأخدته وما أن حملته حتى ألقى الله تعالى محبته في قلبها. أول ما شافته حست إن هي بتحبه قوي، وربنا ألقى المحبة دي فين؟ في قلبها، ورأت فيه الابن الذي تتمناه. وهي ما كانش عندها أولاد، فتمنت إن هو ده يكون إيه؟ ابنها. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني هي شافته وحست إن هي عايزة تخليه معاها ما يتقتلش، ويفضل إيه؟ ويفضل تربيه كأنه ابنها. هنقف لغاية هنا عشان المعلومات إيه ما تبقاش على بعضها. هفتح المايك عشان أشوف مين اللي عاوز يسأل أو يستفسر على حاجة. لو سمعت أو لقيت كلكم بتتكلموا في وقت واحد هقفل المايك تاني. ماشي، اللي عايز حاجة بس يرفع ايده ويقول لي وانا هخليه يقول. يلا، حد عنده سؤال بقى في الجزء اللي احنا اخدناه ده؟ مش هو فرعون لما كان بيقتل كان بيقتل كان سنة يقتل وسنة يسيب يا مس، هو ده صح ولا؟ هو كان بيقتل في السنة دي، كان بيقتل كل الذكور اللي بتتولد عشان ما يحصلش الإشاعة اللي وصلته، أو عشان ما يحصلش الأمر اللي هو وصله. بس هو يا مس كان في سنة يسيب علشان لو كان قتل كل الذكور ما كانش هيبقى فيه اي اولاد في مصر يا مس. هو أصلا ما كانش عايز يبقى فيه ذكور، هو كان خايف من أي ذكر بيتولد عشان الفترة دي كان هيحصل الإشاعة اللي وصلته. يلا يا مصطفى اتفضل قولي يا أدهم، عايز تقول حاجة يا أدهم؟ جديد يا مس، مش فاكر دخل جديد اسمه المهندس احمد. حد عايز يقول حاجة تاني؟ يلا يا يلا يا جوجي، عايزة تقولي حاجة يا جوجي؟ أيسل؟ لا يا مس، خليني نقول حاجة. ايوه يا مس، عايزة اقول حاجة. اتفضلي يا أيسل. هو يا مس جنود فرعون كانوا ظلمة مثله، ولا هما بيطيعوا الأوامر وبس؟ لا، هما بيطيعوا الأوامر، هما هو ده يعني يعني هو ده الملك بتاعهم، فلازم يطيعوا أمرهم أو أمره غصب عنهم. وممكن يكونوا في منهم ظلمة زيه، وممكن يكون فيهم اللي مش ظلمة بس بس انا عايزه غصب اقول حاجه. عنهم بيطيعوا أمره. فاهماني؟
امرأة فرعون اللي هي آسيا كانت مسلمة وعارفة ربنا وبتصلي على السر وبتقرأ القرآن. هي كانت امرأة صالحة وكانت مش مقتنعة بدين فرعون، وكانت بتؤمن ان فرعون طبعا مش إله، وعارفة ان إله الكون، ان الإله هو اللي خلق الكون ده كله، وكانت امرأة صالحة عكس فرعون خالص. يا بس عايز اقول، بس عايز اقول سؤال، تمام يا هو بنت. يا مثلا فرعون، مثلا هو امرأة فرعون عارفة ربنا؟ ايوه، امرأة صالحة بتعرف ربنا طبعا، مش بتؤمن بان يا بنت فرعون هو الاله زي اللي كان. حاجة، قول يا يوسف. هو آسيا سميته موسى عشان هو جه من المية تحت الشجر. هنكمل القصة تاني مع بعض وهنعرف كل المعلومات دي. حد عنده سؤال في الجزء اللي أنا شرحته؟ مش مثلا عايزين مثلا معلومات زيادة مثلا عندي عشان سؤال، زمايلنا ما انا يتشتتوش في الدرس. بس انا عندي سؤال يا مس، قولي انا يا عندي جوجي. سؤال. هو يا مس، لما مس ام سيدنا موسى، ازاي كانت يا مس مؤمنة بدين ايه؟ فعلشان كده ربنا اوحى ليها ان هي تعمل في البحر وهته. مش فاهماكي يا جوجي. اللي هو يا ناس، لما ربنا سبحانه وتعالى يا ناس قال لها ان هي ترضعه وترميه وتحطه في البحر وفي النهر، ساعتها يا ناس كانت مؤمنة بأنهي دين؟ فربنا كان بيهديها ليه؟ كانت مؤمنة بأنهي دين؟ كانت مؤمنة بدين ربنا، كانت بتؤمن بالله. ايه يا مس، اللي هي كانت اللي هو يا مس كانت مؤمنة ازاي ما يعني؟ كانتش بتؤمن بفرعون، كانت بتؤمن بالله. تمام فاهماني يا جوزي؟ تمام بس أنا عندي اصلا سؤال. يا مس، اصلا يا مس خدت الصورة دي وخلصتها ولسه مش عارفة معنى الآية دي، معنى آية ايه يا حبيبتي؟ اللي هو ان ربنا اوحى ليها ان هي تحط في البحر ولا فيه. يعني مش لازم يكون نزل عليها ملك او هي شافته، اوحى ليها يعني مثلا انا بقى قاعدة كده ويجي لي مثلا يعني يجي لي فكرة او يجي لي ايحاء او حاء، او ربنا يعني قدر ان انا اعمل الشيء ده، فهي ربنا ساعتها اوحلها يعني زي ما يكون جالها فكرة كده ان هي تعمل الشيء ده عشان خاطر تنقذ طفلها. طيب الفكرة اللي جات لها دي جات لها منين؟ ربنا اراد ان الفكرة دي تجيلها، والفكرة دي جات لها من عند ربنا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تنقذ ابنها. فهمتي؟ تمام يا مس، طيب نرجع نكمل الدرس بتاعنا. مس وعايزة السؤال يكون يعني في مس الدرس عشان مس خاطر ما تتشتتوش في الأسئلة. مس اتفضلي انا يا عندي سؤال، مس انا عندي سؤال. ماشي يا هدى، اتفضلي. هو ليه يعني مس يعني موسى يعني بس سابت ابنها في البحر عشان ما يروحش عشان فرعون ما يشوفوش؟ بس هو ازاي هي بس يعني راحت مملكة فرعون وما حصلوش حاجة؟ عشان قلنا احنا ربنا هو برضه هو اللي عايز كده، كل اللي حصل ده كان من تدبير ربنا. ربنا عايز ان هو يوصل لغاية فرعون عشان عارف ان امرأة فرعون لما هتشوفه هي ربنا هيلقي في قلبها محبة، فهتاخده وتربيه زي ابنها. انا هقفل المايكات ونكمل بس بقية انا الدرس. مش عايزه اتفضل اقول حاجه. اتفضل يلا بسرعة. ليه حبه وقف يا مس؟ يا مس في امور برضه حصلت، في امور برضه حصلت خلت ان فرعون ما يقتلش، ما يقتلهوش. ده مثلا ايه؟ لما جابوا التفاحه وكان في حته تفاحه وحته فحم، وفحم كان مولع بس شبه، كان شبه حتة الفحم دي كان شبه التفاحة، فهم قالوا يشوفوا الطفل هيمسك الفحم ولا هيمسك التفاحة.
أما الطفل مسك الفحم فقالت آسيا زوجة فرعون، شفت بقى إن هو مش بيفهم أصلا. برافو، بس انت ما شاء الله عليك يا مصطفى، عرفت المعلومات الجميلة دي من منين؟ يا مستر، والله ما انت عارف. يا مستر على فكرة فرعون وافق انه ما يقتلش موسى على كور. مس اي مكره خلاص يا اخي. مس 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 مرة مس طيب نرجع نكمل القصة بتاعتنا، عشان احنا دلوقتي بنقول القصة دي كدرس عشان لما تتسألوا فيه تعرفوا الأسئلة اللي احنا شرحناها. فأنا مش عايزاكوا تتشتتوا، ومش عايزة زمايلنا التانيين اللي معانا يتشتتوا في كذا قصة وفي كذا موضوع. أنا عايزة أقول لكم إن قصة سيدنا موسى، أو إن قصص أو الروايات اللي جت في سيدنا موسى كانت روايات كتير جدا وقصص كتير جدا وواسعة جدا. فعشان ما نتشتتش خلينا في الدرس اللي احنا اللي معانا، ولما نخلص الدرس خالص ممكن بقى نضيف معلومة، نضيف سؤال كده عشان زمايلنا التانيين ما يتشتتوش معانا. تمام، هنرجع نكمل بقية القصة بتاعتنا. وصلنا لغاية لما التابوت فضل يمشي في النهر لغاية لما وصل إلى قصر فرعون، وامرأة فرعون شافته وكانت امرأة صالحة. وكانت امرأة صالحة ورحيمة، وما أن حملته إلا حتى ألقى الله تعالى محبته في قلبها. يعني كل اللي بيحصل ده كان من تدبير ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى حب امرأة فرعون لموسى كان من تدبير ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده ايه اللي حصل؟ هل فرعون وافق ان الطفل ده يفضل عايش ولا كان عاوز يقتله؟ ثانية واحدة خليكم معايا. فرعون رفض إبقاء الطفل الرضيع وأراد قتله. يعني فرعون ما وافقش إن الطفل ده يفضل موجود، وكان عاوز إن هو يقتله عشان برضه كان خايف منه. إلى إنها قعدت تتوسل إليه، مراته فضلت تتوسل إليه، وقال الله تعالى، قالت له إيه؟ قالت له سيبه، ده هيبقى قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فضلت تتحايل على فرعون وتقول له ما تقتلهوش، ده هيكون قرة عين، يعني فرحة لينا إحنا الاتنين، عسى أن ينفعنا يعني هينفعنا في يوم من الأيام، أو نتخذه ولدا يعني إحنا اللي هنبقى مربين، وده لسه طفل صغير مش فاهم أي حاجة، طفل رضيع، احنا اللي هنبدأ احنا اللي هنبدأ نربيه من اول وجديد، واحنا اللي وهينشأ تحت عينينا، فاكيد مش هيبقى الطفل اللي انت بتدور عليه او النبي اللي انت خايف منه. فقالت له سيبه، عسى ان ينفعنا ايه او نتخذه ولدا. وفضلت تتحايل عليه لغاية لما وافق. وافق على كره، يعني كان موافق بس مكروه على ده. وبقى موسى في قصره. يعني سبحان الله برضو من حكمة ربنا إنه يوصل موسى، يعني هو عمال يقتل في كل الأطفال اللي حواليه عشان يتخلص من النبي اللي هو سمع عنه ده، اللي هيجي يدمر ملكه. لكن الملك يعني النبي ده سبحان الله ربنا وصله لغاية القصر بتاعه. طيب لما أخدته فضلت بقى إيه، كان لسه نونو صغير، ففضلت مراته تبحث عن مرضعة عشان ترضعه. بدأت رحلة البحث عن مرضعة له عليه السلام، لكنه رفض الرضاعة. وهنا وجدت أخته أن هذه لحظة مناسبة لترد أخاها إلى أمه، فاقترحت على أهل القصر أن تأتي لهم بمن ترضعه.
قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على من على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يعني فضلوا يبحثوا على مرضعة عشان ترضع سيدنا موسى عليه السلام، ولكنه كان رافض الرضاعة من أي مرضعة تجيله. كل ما يجيبوا له مرضعة كان بيرفض إن هو يرضع، لغاية لما أخته، طبعا أخته كل ده بتراقبه وتشوفه وصل لغاية فين، وعرفت إن هو دلوقتي بقى في القصر. فلما عرفت إن هما بيدوروا له على مرضعة، راحت في اللحظة دي وقالت لهم إن هي بتقترح عليهم إن هتجيب لهم مرضعة، المرضعة دي إن شاء الله هيقبلها وهيطمن ليها. وفعلا راحت لمامتها وبلغتها باللي حصل وراحت عشان ترضعه. فجاءت أمه ورضع منها خلاص بقى. هو أول ما لما جيت بقى اللي ترضعه دي أمه، أول ما رضع رضع منها لأن هي دي أمه، لكن هم ما يعرفوش إن دي أمه. وتحققت البشارة ووعد الله، مش ربنا كان وعدها اللي هو: فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. يعني ربنا وعدها بأن هو إيه، بأن هو هيرجعه لها تاني. وفعلا تحققت بشارة ربنا سبحانه وتعالى ورد وليدها. قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكبر موسى ونشأ في بيت فرعون الذي لا يعلم أنه يرعى عدوه بين جنبات بيته. يعني موسى كبر ونشأ في بيت فرعون، وجنب فرعون اللي هو عمال يقتل في الذكور اللي بره كلهم، وما يعرفش ان العدو بتاعه موجود فين، في قلب بيته. فلو كان إلها حقا كما كان يدعي، يعني هو بقى لو كان فعلا إله زي ما هو كان بيقول الناس ان هو إله وانا ربكم الأعلى، لأدرك ذلك قبل فوات الأوان، لعرف ان فيه او النبي او الشخص اللي هو خايف منه ده موجود في البيت بتاعه قبل فوات الأوان وزوال ملكه بعد حين من الزمان. كان عرف إن اللي هو بيدور عليه ده موجود فين، في بيته، وكان قدر إن هو ينقذ ملكه، لأن فعلا اللي قضى على ملكه كان سيدنا موسى عليه السلام. طبعا زي ما احنا قلنا إن قصة سيدنا موسى ليها فروع كتيرة جدا وليها كذا قصة بكذا طريقة، وفيها معلومات كتير جدا. احنا النهاردة اخدنا اللي مقرر علينا ان شاء الله، ولو حابين نضيف اي معلومة او اللي عنده اي معلومة ممكن ان احنا نضيفها مع بعض. طيب نراجع هنا مع بعض تاني بقى القصة من اول وجديد كلها على بعضها كده. بيقول لنا إن القرآن بيقص علينا قصص الأنبياء والمرسلين. طيب مين هو النبي ده وإيه مهمته؟ النبي ده إنسان عادي جدا لكن فيه صفات تفوق الصفات البشرية، عشان كده ربنا اختصه بأنه هو يبقى نبي ويعرف الناس بدينهم ويعرفهم بمنهجهم. طيب أين ولد موسى وأين نشأ؟ ولد عليه السلام في مصر وعاش فيها ونشأ في قصر فرعون. يبقى سيدنا موسى اتولد فين؟ اتولد في مصر وعاش فيها ونشأ في قصر فرعون عليه السلام. طيب متى بدأت قصة موسى في مصر؟ بدأت بقدوم أحد أجداده إلى مصر وهو يوسف ابن يعقوب. أطلق اسم إسرائيل على واحد من الأنبياء، فمن هو؟ أطلق على سيدنا يعقوب. قلنا احنا إن ربنا أطلق على سيدنا يعقوب اسم إسرائيل وهو يعني عبد الله، وعشان كده كل اللي جم بعد سيدنا يعقوب كنا بنسموهم بني إسرائيل. من كان يحكم مصر وقت ميلاد سيدنا موسى؟ كان فرعون هو اللي بيحكمها في ذلك الوقت،
وهو كان ملك ظالم مغرور يستعبد الناس ويدعي أنه إله وأمر الناس بعبادته. طيب، ما النبوءة التي شاعت بين بني إسرائيل وسمع بها فرعون؟ إيه الإشاعة اللي ظهرت في الوقت ده بين بني إسرائيل، وإيه هما وإيه هي الإشاعة دي اللي سمع بها فرعون؟ الإشاعة دي إن ربنا هيبعث من نسل سيدنا إبراهيم نبي، النبي ده هيكون سبب في هلاك مصر، وهيكون سبب في هلاك فرعون وقتل فرعون وزوال ملكه. طيب، ماذا فعلت أم موسى عندما سمعت بقرار فرعون؟ عملت إيه أم موسى لما عرفت إن فرعون قرر إن هو يقتل كل الذكور اللي هتتولد أو اللي موجودة عشان خايف من النبي ده؟ أخفت حملها إلى وقت الولادة، ثم أرضعت مولودها ووضعته بإلهام من الله، زي ما قلنا حاجة كده ألهمتها، والإلهام ده كان جايلها من عند ربنا إن هي تحطه في تابوت وتلقيه في النهر. وربنا طمأنها على مين؟ ربنا طمنها على ابنها ووعدها إن هو هيرجعه لها تاني سليم ومعافي، وطبعا هو ده اللي حصل. وساعتها اللي شافت التابوت أو الجنود لما ودوا التابوت لآسيا امرأة فرعون، وامرأة فرعون دي امرأة صالحة، لما شافته حبته، وربنا ألقى في قلبها محبة لسيدنا موسى عليه السلام، وتحايلت على فرعون إن هو ما يقتلهوش، وقالت له إيه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني خليه لعله إيه، لعله نتخذه ولد ويكون صالح، يعني يكون جنبنا في بعد كده. وطبعا زي ما قلنا ده الجزء المقرر علينا في قصة سيدنا موسى، لكن القصة بتاعة سيدنا موسى بيبقى ليها تكملة كتير. طيب، قبل ما نخش في الأسئلة، ثانية واحدة خليكم معايا، الأسئلة بتاعتنا نرجع تاني للي كان بيسأل عن للي كان بيسأل عن الديانات. طبعا زي ما قلنا ان امرأة فرعون ما كانتش زيه، كانت امرأة مؤمنة، لان هي كانت بتؤمن بالله سبحانه وتعالى، وربنا هدى قلبها الى الايمان، وما كانتش بتؤمن بمين؟ ما كانتش بتؤمن بفرعون. هي وامرأة وهي وام سيدنا موسى عليه السلام برضو كانت امرأة مؤمنة، واللي بيدل ان كانت امرأة فرعون ان هي كانت امرأة مؤمنة بتؤمن بالله، زي ما ربنا قال في القرآن، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، يعني يبقى كده حاجة تثبت ان ايه، ان امرأة فرعون دي كانت امرأة مؤمنة، ما كانتش ايه، ما كانتش على ديانة فرعون، او ما كانتش بتؤمن بفرعون، كانت بتؤمن بالله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تمام كده، كده نكون خلصنا القصة بتاعتنا، هنبدأ الأسئلة مع بعض عشان وقت الحصة قرب يخلص. يلا اسمه الأول سؤال اتفضل. تبعني يا مس. أنا بعد تمام يا مس، هبدأ. مس زوجة بعدها فرعون ينفع؟ آسيا، اسم زوجة فرعون آسيا. ماله بقولك يا مس ماله، اسم أيوة اسمها آسيا. سامعيني يا أسيل؟ ايش مس ليش مس مش ممكن ثانية عشان أنا مش فاهمة معنى سؤالها، أنتي عايزة تقولي إيه يا ياسين؟ مس ممكن اجاوب يا مس اول سؤال. طيب ماشي، ثواني بس كده نبدأ. لما أقول لما اللي هنادي عليه بس هو اللي يرفع إيده، وعايزين ناخده، هو لسه فاضل وقت في الحصة، لو سكتنا كلنا كلنا هنحل، كلنا مفيش حد مش هيحل معايا. تمام، طيب يلا بينا نبدأ حل الأسئلة بتاعتنا.
يلا يا يوسف، يوسف مراد. نعم يا مس، سؤال رقم 2. ايه رأيك يا، احنا لسه ما بدأناش يا يوسف عشان نخش في اتنين. قولي ماشي الأول يا ماشي. يوسف، قولي الأول يا يوسف يا قلبي، ايه رأيك نعم في القصة بتاعت سيدنا موسى اللي احنا قلناها؟ والله حلوة جدا، حلوة، كانت حلوة، أنا استمتعت والله. استمتعت بيها؟ ماشي يا يوسف، يلا جاوب أول سؤال يا يوسف. حاضر. اسم زوجة فرعون، فرعون آه ثانية، مريم؟ لا مش مريم، مش مريم. ثانية، على مهلك خالص، محدش هيفتح المايك ولا هيتكلم طول ما انت أسيلة، بتتكلم. أسيا، أسيا، أسيا مس، أسيا، اسمها آسية، يبقى اسمها ايه؟ آسيا، 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 برافو عليك يا يوسف، يبقى زوجة فرعون اسمها ايه؟ آسية. يلا يا تسنيم، تاني سؤال يا تسنيم. طب مثلا ممكن يمشي السؤال. ثواني لما تسنيم تخلص. يلا يا بنو تسنيم. إسراء، بنو إسرائيل هم أحفاد يعقوب عليه السلام. ممتاز، برافو عليك. يبقى احنا قلنا ان ربنا اطلق على بني، على احفاد يعقوب، اطلق عليهم ايه؟ بنو اسرائيل. يلا السؤال، مين اللي كان عايز يسأل سؤال دلوقتي؟ ادم. آدم بس عادي أجاوب السؤال الثالث. ادهم ولا ادم؟ آدم آدم، قول يا آدم. بس يعني مش زوجة فرعون هتدخل الجنة؟ أيوة ربنا بشرها بالجنة، ما أنا بقولك الآية بتقول إيه، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يبقى هي كانت من الذين آمنوا، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني دعت ربنا إن ربنا يبني لها عنده بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. طب يا مس، طب مش ممكن يا مس موت فرعون تشفع على فرعون؟ لا ما فيش لا طب ما ينفعش ان انت تشفعله، ان هو كان كافر وكان مشرك بالله وكان بيدعي ان هو اله. طيب يلا السؤال التاني، كلنا نقفل المايكات. يلا يا محمد، محمد سمير. مين اللي ايه دخل بس بأكونت محمد سمير؟ محمد. انا مش سايب. يلا يا محمد اتفضل، تالت سؤال. فرح فرعون بموسى. انت بتقرأ فين يا حبيبي؟ تالت سؤال في اول نشاط، لسه احنا في اول نشاط. اوكي. أدعو ادعى دع فرعون إنه ملك، إله، إله، إله. انه اله، ما كانش كمان بيدعي انه ملك، انه يعني ملك عادي كده، لا ده ماشي كان بيدعي انه اله. يلا ماشي. السؤال اللي بعديه، رقم واحد لما واثنين كان ايه؟ ثواني هقوله. آسيا ويعقوب. بصي يا أيسل، أيسل عايزاكي تعلمي أيسل ورايا أيسل، حاضر يا مس. أيسل بس. ايه يا حبيبتي، ايه يا شام بتقولي ايه؟ ممكن اجاوب حاضر هيجي دورك والله وخليكي تجاوب. يا مس؟ طب ينفع يلا انا برضه اجاوب عشان انا المرة اللي فاتت ما جاوبتش خالص؟ كلكم مس هتجاوبوا، مش هطلع يا تاني واحدة، هود ولا يعقوب يا مس؟ يعقوب. يعقوب. ماشي يلا السؤال اللي بعديه، مين؟ يلا يا مالك. يلا يا مالك، نعم مس. السؤال رقم 4 في الاختيارات سريعا، اللي نادي عليه يبقى سريع في الإجابة عشان خاطر زمايله يلحقوا يجاوبوا هما كمان. نعم مس، النت فصل معلش. رابع سؤال في الاختيارات،
فرعون بقتل كل مولود مولود ايه؟ مولود ذكر، يعني اسأل مولود ذكر. ماشي، برافو عليك. يلا يا آسر، مش هتبقى كل مولود ذكر. آسر مين؟ ماشي، أي واحد فيكم يجاوب والتاني يجاوب بعدين. يلا يا جماعة مش طالبة مني أنا بس اللي أعلم مش انتوا. آيسل بس اللي اتعلم عشان ما يحصلش لخبطة. آيسل بس، يلا يا آسر. يا مس آسر اللي بيعمل يا مس هذا يا مس طيب ما حدش أخبر تحت على الشاشة أمنا خالص. كبر مش أنا يا مس أنا قلت الأول أنا قلت الأول طب يلا يلا يا آسر. آسر اسمك آسر ايه؟ عمرو قول يا آسر عمرو. يلا السؤال، مس في ياسر محمد وفي ياسر عمرو يا مس يلا يا آسر عمرو قول السؤال يا آسر. قبر سيدنا موسى فيه قصر الوزير فرعون غلط، ما اتولدش في قصر وزير فرعون، هو اه يا اتولد اتولد في بيت امه اتولد في بيت امه اتولد احنا ما بنقولش اتولد فين يا آسر، ركز في السؤال يا آسر. على فكرة انا عايزة اقول لكم على حاجة، صح، بمناسبة السؤال ده اقفلوا المايكات عشان تسمعوها. بمناسبة السؤال اللي هو آسر لسه مجاوبه وجاوبه غلط، هو جاوبه غلط ليه؟ لان هو اتسرع في الإجابة واتسرع في قراءة السؤال، وبسبب كده معظمكم حال الأسئلة غلط في الامتحان. احنا قلنا لما نيجي نقرأ سؤال بنقرأه بطريقة كويسة وبنقرأه بالراحة جدا وبنفهمه هو قبل ما الامتحان ده نجاوب هيعمل عليه، على اي غلط لأن ماشي هو السرعة. الامتحان محدش يقاطعني وأنا بتكلم لو سمحت، ولما أكون بتكلم محدش يقاطعني، لأن السرعة في قراءة السؤال بيخليني أجاوب السؤال غلط، بفهمه غلط فبجاوبه غلط، لأن بس ممكن في كلمة في نص السؤال. طب ايه الاسئله يا مستر اللي كلنا مثلا غلطانين فيها اسم شيرين ده جوري اسم شيرين هو ده جوري بس انا عشان داخله من تليفون ماما طيب يلا يا آسر أحمد، آسر التاني. يبقى يا السؤال مس اسر الثاني محمد يا مس اسر محمد يا مس آسر، آسر محمد اللي عامل لسه صوته حلو مجاوب. زيي على فكرة أنا هبدأ أزعل منكم وهقفل المايكات تاني ومش هخلي حد يحل خالص، عشان انتوا أول حاجة بتقطعوا الميس وهي بتشرح أو بتقول على حاجة، وتاني حاجة بتقطعوا زمايلكم وهم بيجاوبوا، وده غلط. انا ما بخليش حد ما بيتسألش، وكلنا بنتسأل، بس لازم نحترم اللي بيتكلم، وما ينفعش ان حد يلاقي حد بيتكلم يقاطعه وهو بيتكلم، فنسكت وما حدش يفتح المايك من غير ما نادي عليه. كلنا هنحل الأسئلة، لو اديتوني وقت ما فيش حد فيكم هيخرج من الحصة من غير ما يحل. تمام. دلوقتي آسر انا عايزاكو لما تيجي تكتب اسمك تكتب آسر ايه، لان انا والله ما عارفة وبنسى اساميكو، وكل واحد يكتب لي آسر ايه عشان لما اجي انادي عليه. آسر اللي جاوب السؤال وقلت له غلط، كان يا آسر عمر آسر السؤال يا آسر بيقول ايه؟ ركز معايا كده انت وزمايلك. السؤال ما بيقولكش ولد سيدنا موسى، السؤال بيقولك كبر سيدنا موسى، يعني سيدنا موسى كبر فين؟ انت جاوبت قصر وزير فرعون. لا، هو ما اتولدش في قصر وزير فرعون، هو اتولد في قصر فرعون ذات نفسه. طبعا انت اكيد عارف الاجابة الصحيحة، بس عشان انت استعجلت في الاجابة واستعجلت في قراءة السؤال فجاوبت السؤال غلط. عشان كده بقول لكم يا جماعة، اللي يجي يقرأ سؤال او يقرأ اجابة ما يستعجلش عشان يجاوب الاجابة الصحيحة. تمام، يلا بينا نكمل. آسر التاني جاوبت معايا. آسر، آسر ماشي أحمد، يلا أول سؤال في صح وغلط. آسر محمد يا مس آسر محمد، آسر محمد، يلا. ماشي يا مس رقم واحد أخفت أم موسى حملها خوفا من فرعون صح
جاوبت ايه يا اسر، صح يا ولا غلط مسلم. كده؟ برافو عليك. طيب يلا السؤال اللي بعديه، مش عايزة حد يخرج عشان لسه ما خدتش سكرين الحضور، عشان محدش يقول انا كنت موجود وما اسمي فين. ماشي بس طيب بس فاضل اقول حاجة. هو في الامتحان بتاعي في حاجات كتيرة غلط. مش هو السؤال انا المهم بتكلم في مش الامتحان في مش الاخر يا حمزة. طيب مش يلا يا السؤال، امالي اختياري مش خلاص. اللي حضرتك قلت لي ان انا نسيته، انا بعته لحضرتك على الواتس. طيب يلا يا حمزة، تاني سؤال في صح وغلط يا حمزة. أخيرا يا مس من عيني شعر فرعون بالقلق من قصة شاعر في بني إسرائيل. صح. ممتاز، برافو عليك. طيب يلا يا هدى، هدى وردال، نعم يا اس. يلا ماشي تالت سؤال في سؤال صح تاني. وغلط. فرح فرعون بموسى عليه السلام ورأى ورأى فيه الابن الذي تمناه. صح. احنا قلنا بنقرأ السؤال حلو. غلط 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 ليه؟ غلط ليه؟ فرح فرعون ثانية. فرح فرعون بموسى عليه السلام يا مس ابن الذي متبني. ايه تلات واحدة غلط؟ يا مس صح ولا غلط؟ ثواني لما تخلص، ثواني هي لسه بتجاوب. صح ولا غلط يا هدى؟ صح عشان هو فرح فيه عشان هو فرح عشان فرعون، لا فرح لما شاف موسى. لا غلط غلط غلط. مين اللي فرح واتمنى ان هو يكون ده ابنه؟ مرات فرعون مش برافو عليك، فرعون يبقى الإجابة غلط، غلط. لأن هو ما فرحش وكان عاوز برضو ان هو يا مس يقتله. انا عايزه اقول يا مس بعد السؤال ده ثواني بس، انا بس جول مراتي يا لا مس، شيرين. بس مراتي يا فرعون. مس يلا يا جوري، جوري جاوب على السؤال اللي بعده. شيرين. كان فرعون ملك عادلا عادلا غلط يا مس برافو عليك، صراحة. لأن لا هو كان ملك غلط. ظالم. يلا يا هدى حمودة، نعم يا السؤال مس. اللي بعديه. هدى حمودة نعم يا مس. قولي. يلا يا هدى السؤال اللي بعديه. أيوة كانت موس أم كانت أم قوم من لا صح ولا غلط يا هدى؟ آه. نعم صح يا مس. برافو عليك. كانت أم موسى تؤمن بالله، لأن أم موسى كانت امرأة مؤمنة. برضو في حد بيخرج من الزوم، وإحنا لسه أنا لسه ما خدتش الإسكرين عشان ما يجيش يقول لي أنا ما كنت حاضر وأصلا مش موجود. ماشي اصلا. يلا يا شام، السؤال اللي بعديه فيه. نعم يا ماس. أول نشاط، أول سؤال في نشاط مين؟ وليس كأي شام، 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 ثواني يا شام، ممكن محدش يفتح المايك خالص غير اللي أنا أنادي عليه، محدش يسألني أي سؤال، اللي عنده أي سؤال يخليه آخر الحصة، يا بس بكرة أقولك حاجة بعد لما أخلص في الآخر يا أحمد. يا بس أقولك حاجة. المهندس أحمد ده هو ماشي يا قلب، لما أخلص خالص هخليك تجاوب.
يلا يا هشام اتفضل. بس ممكن اخلص اقول اخرج واسيب لكم الحصه؟ انتوا هتجننوني. انا بقول لكم محدش يفتح المايك، اللي نادي عليه بس هو اللي يفتح المايك. انا دلوقتي بقول شام، محدش يفتح المايك غير شام. يلا يا شام. يلا يا ناس. النبي إنسان لكنه ليس كأي إنسان، اختاره الله عز وجل كي يعرف الناس بدينه. برافو عليكي. يلا السؤال اللي بعديه، محدش يفتح المايك. يلا يا يوسف عصام. بس ولد موسى عليه السلام برافو عليك. ولد فين؟ كمل السؤال. ولد موسى عليه السلام في مصر. ممتاز. يلا يا جوجي السؤال اللي بعديه. جوجي هل دي مسألة مش أكتب بس موسى عليه السلام بس مش أكتب؟ بتقول ايه جوجي؟ هكتب بس يا مس ثواني. ماشي. طب هو عمل ما تكتبي. من أجداد، أنا خلصت يا مس، من أجداد عليه السلام نبي الله يعقوب برافو. ربنا لقبه عليه بإيه؟ السلام بإسرائيل. برافو، الملقب بإسرائيل. يلا يا أحمد السؤال اللي بعديه. يا أحمد أحمد يلا يا حبيبي السؤال، السؤال رقم 4. طلبت من جوز القائد الموت ماذا عليها تدري؟ طلبت مين بقى؟ طلبت آسيا امرأة فرعون. ممتاز. آسيا امرأة فرعون. يلا يا مصطفى السؤال اللي بعديه. مصطفى، مصطفى افتح المايك. المس قالت محدش يكتب غيري. يا مس مصطفى افتح أربعة المايك. مس أربعة كان رقم أربعة كان الحمد رقم لله. أربعة يا مصطفى افتح المايك يا مصطفى. مس هو رقم أربعة إيه يا مس؟ ثواني اشوفه. إسرائيل يا مس. طلبت آسيا امرأة فرعون. رقم 4. طلبت لا يا آسيا مس، من لا زمان. مس رقم 4. وما من أجداد موسى عليه السلام نبي الله يعقوب، دي 3، وأربعة الملقب بإسرائيل. ماشي. الرقم بقى المكتوب عندنا 4 اللي هو طلبت، ده اللي هي آسيا. يبقى لكن تكملة رقم 3 اللي هو الملقب بإسرائيل. طيب مصطفى ليه مش بتفتح المايك وترد يا مصطفى؟ مصطفى لو سمحت يا ميس، انا ايسن مش حليت، انا كنت بعمل بس على البورد. طيب جاوبي آخر سؤال يا ايسن. حاضر يا ميس. تمام. نشأ موسى وكبر في قصر فرعون، لسه حلها دلوقتي، تبقى 5 دي. برافو عليك. كده يبقى كلنا حلينا الأسئلة مع بعض. امسح يا ميس. امسحي. كده يبقى كلنا حلينا مع بعض الأسئلة. ان شاء الله عندنا حصة. تمام. ايوه يا مس عندنا حصة. يلا بس ادي الهوست واحد عربي مش اللغات يا مس، عشان دلوقتي علينا حصة سلام اللغة. عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضوى استأذنك بس تديني الهوست. حاضر يا حبيبي. مس احنا هنخرج ماشي. الواجب كام؟ صفحة كام؟ هنزل لكم الواجب ان شاء الله على جروب الواجب بإذن الله. تمام. تمام. درس قصة موسى. يلا اشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة يا مس. سلامة يا مس. ميس إيمان معلش عشان نسيت أقفل التسجيل، ممكن تقفليه؟
حضرتك خدت الحضور؟